هل تكفي تجارب الثقافة الجماهيرية وأماكن الثقافة الجماهيرية في أن تحل محل السينما والمسرح؟ الثقافة الجماهيرية لها دور مهم جدا. احنا عندنا مشروع اسمه حياة كريمة، معناها إعادة نظر في بناء مجتمع كامل يصل إلى 55% من المجتمع المصري. الثقافة لازم يكون لها دور في هذا الموضوع. صحيح. مين اللي إيده في هذا الموضوع؟ الثقافة الجماهيرية كمسرح وكسينما وفنون شعبية وفنون تشكيلية، يعني جميع الفنون موجودة في قصر الثقافة وموجودة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأنا بأحملها مسؤولية هذا الدور. لابد أن تقوم بدورها في مشروع حياة كريمة، لأن ده مشروع قومي، لابد أن يكون لها وجود في هذا المشروع. لكن إلى جانب قصور الثقافة، أعتقد أن احنا كلنا نتمنى أن تنتشر دور المسرح والسينما على كافة المحافظات. مظبوط، مؤكد يعني. طبعا أنا بقول إن الهيئة العامة لقصور الثقافة باعتبارها متواجدة في هذه الأماكن وموجودة في القرى، يعني في القرى فيها البيوت اسمها بيوت الثقافة. أيوة. وفي المدن فيها قصور الثقافة. وفي العواصم فيها قصور الثقافة وفيها الفرق القومية. أيوة. طيب حضرتك برضو قلت شيء في فترة تولي المسرح، يعني فموجود فرق قومية وفيها فرق قصور وفيها فرق نوادي وفيها فنون تشكيلية وفيها فرق موسيقى وفيها فنون شعبية، يعني كافة الفنون موجودة فيها. ده جانب. الجانب الثاني، وزارة الشباب برضو بتقوم بدور مهم جدا، وعلى فكرة عاملة مشروع مهم جدا أنا بحترمه تماما، اللي هو مشروع إبداع. دي بتعمله في الجامعات، إلى جانب أيضا اللي هي موجودة تابعة لوزارة الشباب. دي برضو بتقوم بدور مهم جدا في نشر الثقافة المسرحية بالذات كمان، وبيعملوا فيه مسابقات، ومسابقات سنوية ودائمة وفيها جوائز. فده دور مهم جدا بتقوم به وزارة الشباب وبتقوم به الهيئة العامة لقصور الثقافة. في عندنا كمان التربية والتعليم، لابد أن تهتم بوجود مسرح في كل مدرسة. يعني هل لسه في مدارسنا مسارح؟ لا، مش موجود. مش موجود. احنا هنقول ايه؟ أنا ما بطالبش إنهم يعملوا مسرح، أنا بطالبهم يعملوا مسرح، مش يبنوا مسرح. يعني يعرضوا عروض مسرحية في المكان المتاح. يعني طب حضرتك، يعني موضوع الساحات ده أنا عايزة أقف عنده برضو، لأنه يعني له قيمته. حضرتك قلت إن في حاجة اسمها فراغات مسرحية أو أماكن لتقديم المسرحيات. تمام. ليس من الواجب ومن المهم جدا إن يبقى هناك مسرح بالمعنى التقليدي، مش مهم، لكن ممكن في أي مكان تقام يعني بعض الاستعدادات فلتكن مسرح. تمام. في الهواء الطلق. تمام. في الأرياف، في في الشارع، في أماكن كثيرة. يعني المفكر المسرحي الكبير بيتر بروك بيقول إيه؟ أنا يكفي أنه فضاء مسرحي يمر فيه شخص ويتحدث مع شخص آخر، يكفي هذا مسرح، يكفيني هذا المسرح. لأن المسألة مسألة رؤية ومشاهدة لحركة مسرحية بين أفراد، وفي ناس بتتجادل وتتناقش وتتحاور. يبقى عملنا مسرح. فإيه المانع يبقى فيه موجود في الفناءات، في الأحواش، في الفراغات، في أي مكان، في الأجران. وكان في مشروع اسمه مسرح الجرد. أيوه. في الثقافة الجماهيرية يعاد النظر فيه تاني وينتشر في أماكن. أنا لما كنت متولي مسؤولية المسرح عملت حاجة اسمها المسرح المفتوح. المسرح المفتوح يعني تعمله في أي مكان في قرية. فتعمل في هويس، يتعمل في جر، يتعمل في ساحة، يتعمل في أي مكان، في ملعب كورة، يعني في أي مكان في فضاء اعمل مسرح. وأنا فاكر وإحنا صغيرين كانت الثقافة الجماهيرية بتعرض مسرح، تجيب القافلة الثقافة. على فكرة في قوافل موجودة في الثقافة الجماهيرية، قوافل عربيات فيها مسرح تتحرك بها. وممكن زمان برضو كنت أنا شاهدت شخصيا وأنا في مدينة دمياط وأنا عمري في السنوات الأولى، شفت سينما كانت في الساحة بيعرضوها قدام الجمهور. فده كان موجود. فمعقول وإحنا في هذا الزمن
والتكنولوجيا المتقدمة إن كل ذلك يتراجع يعني.